بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل كريم طبيعي واقي من الشمس. الكريم ده مش بس هيكون واقي من الشمس، كمان هيكون مفتح ومرطب ومناعم هايل للبشرة، هيكون آمن جدا في الاستخدام للكبار وكمان للأطفال. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. انا هحتاج بقى لنبات الصبار الطبيعي، وده بيكون شكله. اول حاجه بقى لما بنيجي نقطع نبات الصبار الطبيعي ده بنلاحظ ان هو بينزل سائل اصفر. السائل الاصفر ده بيسبب حساسيه للجلد، فلازم نتخلص منه تماما. فاحنا هنسيب بقى الصبار يصفي السائل الاصفر ده لمده ساعتين او 3 ساعات لغايه ما يصفيه تماما، وبعد كده نغسله بالميه. بعد بقى ما سبت الصبار مده كافيه لغايه ما اتخلص من السائل الاصفر تماما، انا هنا غسلته بقى بالميه ونشفته كويس جدا. بعد كده بقى وباستخدام السكينه هبتدي اتخلص من الشوك اللي في الجوانب. بشيل بقى الشوك بالشكل ده. بعد كده بقى هبتدي اقطع الصبار ده لمكعبات. ببتدي بقى في الاول اقطع الحلقات بالشكل ده، وبعد كده اقطع الحلقات دي لمكعبات صغيرة. ده بيكون بقى شكل الصبار بعد ما قطعته لمكعبات صغيرة، وكده خلاص بيكون جاهز. عندك بقى كمية كبيرة من الصبار وعايزة تحتفظي بيها، انا عملت فيديو قبل كده عن طريقة استخراج جل الصبار وافضل طرق حفظه لاطول فترة ممكنة، هسيب لكم لينك الوصفه بتاعتها في صندوق الوصف اللي يحب يشوفها. هاخد بقى دلوقتي مكعبات الصبار اللي انا قطعتها وابتدي دلوقتي اضيفها في الخلاط. انا جبت بقى كده الخلاط وابتدي اضيف مكعبات الصبار. المكون التاني بقى اللي هضيفه على مكعبات الصبار هيكون معلقتين كبار من زيت الزيتون، ويفضل ان هو يكون زيت الزيتون البكر لان ده بيكون مفيد جدا للبشره. هضيف بقى دلوقتي معلقتين من زيت الزيتون. هبتدي بقى اخلط المكونات دي لغايه ما تنعم جدا. انا خلطت بقى مكعبات الصبار مع زيت الزيتون كويس جدا لغايه ما بقت ناعمه بالشكل ده. المكون بقى اللي هضيفه بعد كده على مكعبات الصبار وزيت الزيتون هيكون معلقتين من بودره التلك او بودره الاطفال، والبودره دي بتفتح البشره جدا وكمان بترطبها. انا اخدت بقى كده معلقتين من بودره الاطفال وهبتدي بقى اضيف على باقي المكونات. انا ابتديت بقى كده باضافه معلقتين بودره الاطفال. هبتدي بقى اخلطها تاني كويس جدا لغايه ما قوامها هيبقى زي الكريم. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما خلطتها كويس جدا وقوامها بقى زي الكريم بالشكل ده. بكده خلاص بتكون جاهزه. هبتدي بقى دلوقتي احطها في طبق علشان اشوف قوامها. كمان شايفين قوامها؟ هبتدي بقى دلوقتي اضيف على المكونات دي 5 نقط بس من اي زيت عطر يكون متوفر عندك. اي زيت عطر يكون متوفر عندك هتضيفي منه بس 5 نقط. المكون بقى الاخير اللي هضيفه على الوصفه ده بيكون اختياري، ممكن نضيفه او ممكن نستغنى عنه. هيكون كبسوله واحده بس من زيت فيتامين اي، ممكن تضيفيه او تستغنى عنه زي ما قلت، بس هو بيكون مفيد جدا لترطيب البشره، كمان بيخلصك من التجاعيد اللي موجوده على البشره. واهم مميزاته كمان ان هو بيحافظ على صلاحيه الوصفه لاطول فتره ممكنه. هبتدي بقى دلوقتي بخلط كل المكونات دي مع بعض لغاية ما تندمج كويس جدا. شايفين قوامها زي الكريم ازاي، وفي نفس الوقت مش متماسكة. بكده خلاص الوصفة بتكون جاهزة. بعد كده بقى هجيب علبة كريمة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها ولازم ما يبقاش فيها ولا نقطة من المية، ودلوقتي بقى هبتدي اضيف فيها الوصفة. ده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم. بقفل بقى عليه العلبة واحفظه في التلاجة، بيفضل صالح للاستخدام من اسبوع ل10 ايام، لكن لو ضفت عليه كبسولة فيتامين اي هيفضل صالح للاستخدام من اسبوعين ل3 اسابيع، وطبعا برضو تكونوا محتفظة بيه في التلاجة. طريقة استخدام الكريم. الكريم ده بيعتبر كريم طبيعي واقي من الشمس، طبعا هتستخدميه على بشرة تكون نظيفة، وتدهنيه على الوجه وعلى الرقبة وكمان على الايدين، وهتدلكيه لغاية ما تتشربي البشرة تماما. طبعا هتستخدميه قبل الخروج او قبل التعرض للشمس بمدة ساعة، يعني انت قبل ما تخرجي او قبل التعرض للشمس بساعه هتدهني الكريم ده لغايه ما تتشربي البشره تماما، وهتسيبيه على البشره لمده ساعه وبعد كده هتخرجي. لو عايزه برضو نتيجه افضل ممكن تستخدميه كل يوم بالليل قبل النوم بنفس الطريقه اللي قلتها، على الوجه وعلى الرقبه وكمان على الايدين، تدلكيه تماما لغايه ما تتشربي البشره تماما، وهتسيبيه بقى على البشره لغايه الصبح. كمان الكريم ده بيكون امن جدا في الاستخدام على بشره الاطفال، يعني لو حابه تستخدميه ككريم واقي للشمس للاطفال هيكون مفيد جدا.
الكريم ده مش بس كريم طبيعي واقي من الشمس، كمان هو بينعم البشرة جدا وبيخلي ملمسها زي بشرة الأطفال، وكمان هو مرطب هايل للبشرة وكمان مفتح لأنه بيحتوي على بودرة الأطفال، وبودرة الأطفال دي مفتح هايل للبشرة. أهم فوائد بودرة الأطفال كمان إنها بتتشرب العرق تماما من على البشرة، وكمان بتتشرب الدهون الزايدة. كمان الكريم ده بيحتوي على زيت الزيتون، وزيت الزيتون بيعتبر مضاد للشيخوخة، بيحميك من التجاعيد، وكمان بيرطب بشرتك جدا وبيحافظ عليها دايما شابة ونضرة. والمكون بقى الأساسي في الوصفة اللي هو الصبار أو الألوفيرا، دي تعتبر كنز من الفوائد للبشرة، بيفتح بشرتك جدا وكمان بيرطبها، بيعتبر مرطب هايل لجفاف البشرة، كمان بيحميك من التهابات الجلد، وبيخلصك من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية، وبيحميك من آثار الشمس، بيعتبر واقي طبيعي من الشمس. الكريم ده كل مكوناته طبيعية وآمنة جدا في الاستخدام للكبار وكمان للصغيرين، وهيغنيك عن شراء أي كريمات واقية من الشمس، كمان نتايجه بتكون هايلة جدا في تفتيح وترطيب وتنعيم البشرة. أتمنى طبعا إن تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.